بونجور، معكم مدام مها. أنا بدرسي 46 46 من كتابنا غرامير إكسبليكي دي فرونسي. عم ناخد الأدجكتيف كاليفيكاتيف صفة الموصوف، أخذنا عم ناخد توابع الاسم، بدينا بالكمبليمون دي نوم مضاف إليه، وهلا عم نعمل أدجكتيف كاليفيكاتيف، وببقى عندي بالأخير البروبوزيشن غولاتيف، الجملة الوصلية. وقفنا كان الدرس طويل، الدرس الماضي، فوقفنا هون عند افيك لي نون كوليكتيف. عم نحكي كنا عن الصفة ايمت تتوافق لاكور دو لادجكتيف، توافق الصفة. وقلنا انه اذا كان الاسم ادجكتيفي هو كان اسم وعملناه ادجكتيف، ما بنعمل اكور، مثل ديزيو مارون، عيون كستنائية، لأنه جاي من كلمة كستنا. ديزيو نوازيت، عيون عسلية، جاي من نوازيت البندق. ديجو أورانج، جاي من كلمة البرتقال. لما بيكون هيك هذا أدجكتيف، هذا نو بصير أدجكتيفي، إذن ما بعمل توافق. كمان قلنا إذا كان الصفة كومبوزي، يعني عندي صفتين أزرق فاتح أحمر قرمزي أخضر داكن، هدول ما بيتوافقوا وبيضل انفاريابل، مثل ديزيو بلو كلير، عيون أزرق سماوي فاتح، يعني ديزيو بلو مارين أزرق بحري، ليدغا فيربوتي أزرق غامي أخضر قصدي، دي شوسور روج سيريز الأحمر، حذاء أحمر كرزي. وقلنا كمان لما بيكون في عندي أو ني بحط بالجمع، بس مع أنه من لاقي أنه عم بيحطوا بالمفرد ما في مشكلة، بس نحن بنشتغل على الجمع، مثل elle porte toujours un pull ou une jupe noire، حطينا نوار بالجمع. وصلنا عند avec les noms collectifs، مع الأسماء الجماعية. faites attention au sens، لما بيكون بالجمع بدنا ننتبه، يعني لما بيكون مجموعة أسماء كمجموعة ننتبه للمعنى. خلينا نشوف la foule enchaînée، يعني الحشد الهائج، est enchaînée la e accent و e تانية هي علامة التأنيث، était enthousiaste، كانت متحمسة. إذا enthousiaste و enchaînée، la foule اعتبرناها وكأنها mass compact، كتلة واحدة، وكأن ال مفرد مؤنث، كأني عم يقول لاني ال، لاني ال. لذلك توافقت الصفة مع الموصوف. أما إذا قلت un grand nombre، عدد كبير، هون تحول إلى جمع. عدد كبير de supporters، من المشجعين، était présent، كانوا موجودين. مثل ما نشايفين هون الفعل بالجمع، هون الفول هي فول هي فول هي كمية واحدة كضمير هي، وهون كأنه أخذناهم على فرديتهم. on considère les supporters dans leur individualité، اعتبرناهم كفرد فرد فرد، صاروا مجموعة موجودين وكانوا موجودين، وهي الاس علامة الجمع. avec un groupe de noms، مع مجموعة اسم، دو اسم، يعني عندي اسم وبين اسمين بيناتهم دو، او اسم وبعد ان وبعد اسم، يعني اسمين وبينات، يعني يا اسمين بينات ان او اسمين بينات دو، لازم كمان ننتبه للمعنى. خلينا نشوف الفرق، هو صعب شوي بس بالتركيز بيمشي الحال. اون شين دارجان ماسيف، سلسله من الفضه، ارجان ماسيف يعني فضه النسبه الصافيه فيها بتكون عاليه، وبيحطوا لها شويه نحاس تيعطيها بريق وصلابي. إذن تابعة الماسيف، تابعة للأرجان، الأرجان ماسكولين سنجلي، ماسيف ضلت ماسكولين سنجلي. بينما une chaîne d'argent ravissante، سلسلة فضة رائعة، هون الغافيسانت رجعت على الشين، تنتبه للمعنى. de robe en soie sauvage، فستاني من الحرير اللي soie sauvage، هو الحرير اللي دود الأز تربى بالطبيعة وعلى شجر البلوط، يعني بعيش وأشجار تانية، وبطلع نسيجه متميز، يعني سواء
غير السواق اللي بيكون صناعي، هذا بندود الأز الطبيعي بيكون جماله طبيعي. هون اعتبرنا سواق سوفاج، تابع سوفاج لسواق. هون دو غوب فستانين اون سوا من الحرير ديكولتي، يعني مفتوحين الصدر او الظهر، يعني من عند الياء او تحت مفتوح، فاعتبرنا ديكولتي تابع لغوب، لذلك حطينا او تأنيث واس جمع. Avec des expressions ma ta'abir telles que مثل une espèce de يعني صنف من او نو مع نو او une sorte de يعني شو هالنمرة هاي، شو هالشخص هاد، شو هالنوع هاد، مع اسم يا une espèce de يا مع اسم يا une sorte de او un genre de صنف ما مع اسم. بالمثال ببين اكثر وقتها من موافق الصفة بس مع الكلمة الثانية مو مع الكلمة الأولى. خلينا نشوف كيف. cet homme هذا الرجل était une espèce de géant، هو شيء هو نوع من العملاق او de 2 متر، يعني طوله مترين. الاو عادت على الجيان، عندي une espèce de وعندي نو، هلا الاو رجعت على الجيان عنو. elle ne sortait jamais، هي ما بتطلع ابدا، sans une sorte de sac، تكون من دون ما يكون مع حقيبه، grand et en forme، يعني كبيره وما لها كثير يعني ستايل، ما كثير موديل يعني en forme، يعني واسعه، qui lui servait بتفيد de fourre-tout، تعبي فيها كل احتياجاتها. اذا grand en forme، رجع على الكلمة الثانية اللي هي sac بعد une sorte de. avoir le mot et avec le mot r مع هالكلمة هاي. attention ننتبه. on peut dire يعني تعطيني معنى لاحة، بس يا بتكون تابعة للفاعل يا بتكون تابعة للكلمة ذاتها. il a l'air heureux، هيئته سعيدة. الهيئة سعيدة، لا لير، الهيئة هي مفرد مسكر والأوغ عايدة عليها، لم تعد على إل، عايدة على الهيئة. هيئتها سعيدة، هيئته سعيدة، يعني الهيئة هي اللي سعيدة. on considère alors، اعتبرنا أنه سلير كي أوغ، الهيئة اللاحة هي اللي سعيدة. أو بقدر بقول إلا لير أوغوز، بدت هي سعيدة. اعتبرنا هون انه كانه اللوكيشن المصطلح هو افوار لير، وجد اوغوز مثل مع ال مثل افعال كان واخواته، يعني بتعادل افعال ايتر كان سامبلي بدا وباغيتر بدا ظهر بدا، هدول كلهم مثل اخوات كان بصير خبر. الي اوغوز بتصير اوغوز، ال سامبل اوغوز، ال باغي اوغوز، هون بتكون كمثل الخبر. avec un air، أما لما بستخدم un بدل le on accorde toujours l'adjectif، بنوافقه دايما مع الكلمة air. comparé elle a l'air fatigué أو fatigué، يا هي اللي تعبانة أو هي تعبانة، نقبل الشكلين on accepte les deux formes، بس لما بستخدم un elle a un air fatigué فقط بالمفرد المذكر. كلمة دمي نص، إذا أجت قبل الكلمة المؤنثة ما بتاخد أو، وإذا أجت بعدها بتاخد أو. il est resté، بقي une demi-heure، نصف ساعة. دمي أجت قبل أور ما بتصير إلى أو. أما il est resté trois heures et demi، بقي ثلاث ساعات ونصف، دمي أخدت أو. L'adjectif peut avoir ممكن يكون فيه له une valeur d'adverbe، ممكن يكون معنى كظرف. en ce cas بهالحالة il reste invariable، لأن الظرف ما بيتغير، فهالصفة بنستخدمها كظرف وما بتتغير مثل كل الظروف. il chante juste، عم بيغنوا صح. il parle fort، عم بيغنوا بشكل عالي قوي. هلا فوق هي صفة، بس هون لما ترافقت مع الفعل صارت adverb. il s'arrête né، توقف فجأة.
يلغي جون الضحك وضحك صفرة يعني ان سو فورسون متكلفين الضحك اكونتر كور وهن من مشتيين يعني غير يعني بتظاهروا بالضحك الفوا روج هن غاضبين الفوا روج يعني عم شوف كل شيء احمر بمعنى سون فوريو غاضبين سا سون بو ريحه طيبه سا سون موفي ريحه بشعه ils travaillent dur عم يشتغلوا بقسوة بجد يعني عمل كثير إذن هون كلهم صفات استخدمناهم كأدفير ولما استخدمناهم كأدفير ما عادوا تغيروا جينا على هلأ كفاية الأدجكتيف أحيانا بضيف بخفيكس وهي السابقة للكلمة وشفيكس اللاحقة للكلمة اللي بتتعلق يعني للأدجكتيف يا بضيف بخفيكس بتغير تعطيني معنى إضافة معنى يعني أجوتي أن سانس نوفو إضافة معنى جديد أو شفيكس بتغير كمان إعرابها ومعناها غماركون دابو خلينا نلاحظ بالأول إنه في أفعال وأسماء قبل الصفات كمان هنن بياخدوا بخفيكس وشفيكس مثلا مثل بخفيكس دي بوبلي دي بوبلي يعني بوبلي ملأ بالسكان دي بوبلي فرغ إذن دي هي عكس يعني فض من السكان لو دي بوبلمون من فعل واسم مثل ما قالوا لنا الفعل والاسم كمان بياخد بريفيكس وسيفيكس دي هذا بريفيكس لأنه بالبداية لو دي بوبلمون يعني التفريغ يعني مو مأهول reprendre le travail prendre le travail بدا بالعمل reprendre عاود العمل والنوم لنا la reprise du travail العوده الى العمل او اضافه suffixe électrifier électrifier يعني زود بالطاقه électrification يعني الطاقه بذاتها اشعال بالطاقه idéaliser يعني جعله مثل اعلى رفع قيمته إيدياليزاسيون رفع القيمة التأليه المسولة يعني هدول سيفيكس للفعل وللنو أحيانا بخفوا يبوف أفوار ممكن يكون الكلمة إلا بخفيكس وسيفيكس سابقة ولاحقة أمبليغ جملة لأمبليسمو تجميل أم سابقة والإم أو إنتي لاحقة هيك عم تزيد مفردات ومنغني اللغة الفرنسية enrichir أغنى enrichissement إغناء هدول بالنسبة للنو وللفيرب ونحن درسنا عن الأدجكتيف خلينا نشوف البريفيكس تبعات الأدجكتيف شو هن السابقات الصفات certains préfixes بعض السابقات exprime une idée de négation. إذا حطيت هالسابقة على البريفيكس بتحول المعنى إلى نفي. Ils servent à former أو تفيدني بإعطاء le contraire des adjectifs. عكس الضاد الصفات من خلال البريفيكس. بضيف A. كون عندي normal عادي بقول anormal غير عادي. moral أخلاقي أموغال غير أخلاقي عم بعطي الكونتخير أنتي كمان عكس مناهض أنتي كولونياليست مضاد مناهض للاستعمار أنتي كونستيتيوشنال مناهض للدستور دايما الكلمة الطويلة من السمة هي كونستيتيوشن بعدين أضفت لها النال لحتى عملتها صفة كانت نو والأنتي تتعطي العكس contre عكس ضد contre productif ضد يعني غير منتج contre révolutionnaire مناهض للثورة دي بضيف دي اس هدول كلهم عم يعطوني العكس agréable désagréable ممتع لطيف بشع désordonné ordonné منظم désordonné غير منظم أو dis كمان discontinue continue متواصل discontinue متقطع semblable متماثل dissemblable غير متماثل il logique منطقي illogique غير منطقي lisible
مقروء اللي يجيب غير مقروء، أو أن موبيل متحرك إيموبيل ساكن، بوسيبل ممكن، امبوسيبل غير ممكن، أن إيجال مساوي، إن إيجال غير مساوي، إفيكاس فعال، إن إفيكاس غير فعال، أو إيغ غياليست واقعي، إغياليست غير واقعي، غيال الواقع، غير الخيال الغير واقع، ريغولييه منتظم، إغريغولييه الغير نظامي، أو منضيف مال، مالوغو أورو سعيد، مالوغو تعيس، أونيت شريف، مالونيت غير شريف، كونتون مسرور، ميكونتون غير مسرور. هدول كلهم أضفناهم عطوا كونتخيغ، عطوا نيغاسيون أو كونتخيغ. أوتخ بخيفيكس فريكرون، وكمان بعض بخيفيكس الدارجات، أخشي يعني ملان، أخشي كتير. Le bus est toujours archi plein. Le bus دايماً ملان تماماً. Complètement plein. ملان تماماً. بي يعني ثنائي. بي culturel. ثنائي ثقافي. Hyper يعني كتير. جداً. Il est hyper actif. يعني مفرط النشاط. Inter. Inter للتبادل. Les relations internationales. العلاقات بين الدول. بين الأمم. ملتي متعدد، ملتي ناسيونال متعدد الجنسيات، بلوري كمان متعدد، بلوري ديسيبلينير يعني متعدد الاختصاصات، سو أو سوب، سوب إلي سوز استيمي يعني استيمي تخوب يعني سو من تحت يعني غير مقدر غير معطاي قيمته. لي بيي سيبتروبيكو هاي نقراها بها موبي سيبتروبيكو البلاد سيبتروبيكو يعني البلاد اللي هي يعني برات خط المدار برات خط الاستواء او دسو دي تروبيك بعيد عن خط الاستواء سيغ هاي علو هاي نزول هاي علو Le prix a été surévalué. السعر تم تقييمه بشكل أكبر. Évalué trop cher. يعني قدر بشكل غالي جدا. Une ville surpeuplée. يعني trop peuplée. ملانة يعني مكتظة. Tri. ثلاثي. Tri dimensionnel. ثلاثي الأبعاد. Ultra. فوق. Ultra sensible. مفرط الحساسية. Uni, وحيد, unilatéral, وحيد, الجانب. Suffixe et des adjectifs. هلا suffixe. À partir d'un nom, من الاسم, من حط إيه, chimie, kimia, une relation, réaction chimique, تفاعل كيميائي. La démocratie, la démocratie, Un vote démocratique, intikhab démocratie. Elle ou elle, la commune, al-baldé. Une décision communale, qarar al-baladiyye. L'industrie sina'a, une production industrielle, intaj sina'i. R, un million, million, être millionnaire, millionnaire. Une banque, banque. Une carte, Carte bancaire, بطاقة مصرفية. If, une revendication, مطالب, احتجاج. Être revendicatif, يعني محتاج, مطالب. À partir d'un verbe, هي à partir de nom. من النوم طالعنا الأدجكتيف. هلا من الفيرب طالع الأدجكتيف. Les suffixes بضيف able أو able, كل واحدة شكل. Able, quelque chose qu'on peut faire. الشيء اللي بنقدر نعمله بنحط قابل quelque chose de faisable شيء بنعمل أما الإبل qu'on ne peut pas quelque chose qu'on ne peut pas lire شيء ما بنقدر نقرأ مثلا quelque chose d'illisible لا يقرأ l'employé الموظف que pensez-vous de mon projet شو رأيك بمشروعي
قبل ما أقرأ عن مشروعي، خليني أشوف هاي نكونفرون دي با لا تخلط بين بارسيال اللي هو جزئي عكس توتال كلي. بارسيال يعني متحيز عكس الأوبجكتيف الموضوعي أو الحيادي، ولا تخلط بين أوريجينال اللي هو إنسيال أولي مبدأي بخمية، أوريجينال اللي هو عكس بنال متميز عكس بنال. إذن بارسيال جزئي وبارسيال متحيز. Que pensez-vous de mon projet؟ شو رأيك بمشروعي؟ Oui, c'est faisable. قابل للعمل. C'est réalisable. قابل للتحقيق. C'est envisageable. هذا قابل ممكن. C'est possible. ممكن. Et même souhaitable. وحتى مرغوب. Je pense que votre idée, بعتقد أن فكرتك, est commercialisable. Et كمان فكرة قابلة للتسويق. Vous êtes vraiment un employé, انت حقا موظف incomparable, لا مثيل لك, irremplaçable, لا يمكن تعويض محلك. بينما المدير الثاني باترون 2 عكس الكلام. نو سي تو تافي ديسكوتابل. لا ابدا الموضوع مطروح للنقاش. سي امبونسابل. هذا شيء لا يمكن تصوره, غير معقول. irréalisable. لا يمكن تحقيقه. C'est même un projet détestable, حتى كريه, inadmissible, غير مقبول. Et d'abord, ou كمان, il est illisible, غير مقروء, incompréhensible, غير مفهوم ce projet, هالمشروع. مثل ما شايفين لما بكون ايبل استحالي, بينما ابل امكانية. Remarque. Ces adjectifs able et ible sont très utiles, مفيدين كتير, لأنه بيسمحوا دلجي تخفيف لفراز. وخلينا نشوف. Votre attitude, موقفك, ne peut vraiment pas être toléré. لا يمكن التساهل فيه. Votre attitude est intolérable. لا يمكن التساهل به. يعني اختصرنا كل الجملة بهاي. Je ne vois pas très bien ما بشوف. كيف on pourrait accepter ce projet, بل هالمشروع. Ce projet me semble, يبدو لي, inacceptable, غير مقبول. Il y avait une odeur, في رائحة, qu'on n'arrivait pas à définir. Définir, ما عم بقدر بعرف. Une odeur indéfinissable, غير محددة, ما عم بقدر بميزها. عم نختصر الكلام. الليجي c'est une plage, هو شاطئ, à laquelle on ne peut pas accéder, لا يمكن دخول إليه. Une plage inaccessible, لا يمكن دخول إليه. Cette construction, هل تركيبة بقابل وقبل, est facile à reproduire, سهل أن واحد يستخدمها ويعمل كلمات منها. C'est pour cette raison, لذلك الفرنسيين, même si ce n'est pas totalement correct, حتى لو ما كان الاستخدام صحيح, عم يعملوا فابريك, عم يعملوا بوكو دادجكتيف, صفات كتيرة على نفس النمط. سي جوسور سون انلاسابل, هالكندرة ما عم ترتبط, جاي من عندن جايبينها. سيت اون استوار ايغاكونتابل, قصة ما بتنحكى. سيغتان سوفيكس, بعض اللواحق دون بتعطي الادجكتيف اون فالور بيجوراتيف, يعني تخفيف قيمة بيجوراتيف. Âtre, verdâtre, مخضر, مثل الجنزير, يعني مثل الجنزار. Bleuâtre, مزرق. Noirâtre, مسود. أو diminutif. Et maigrelé, ضعيف, ضعيف, ضعيف كتير. Maigrelé, يعني ضعيف كتير. Jeunette, يعني صبية صغيرة. وصلنا على les fonctions de l'adjectif, وظائف. الصفة, يعني إعرابات. أسوى وظيفته ومحلها, شو بتعطي معاني. خلصنا درسنا شو كان درسنا 46, وكانت معكم مدام عبد الكون. au revoir, à la prochaine fois, bye bye.